المحاضرة السابقة بلشنا في اشتقاق معادلات المنحنى الانتقالي Transition Curve، وقلنا حتى نستطيع استخدام جهاز التوتلايت أو التوتال ستيشن بلزمنا نحسب أي زاوية، زاوية دلتا، زاوية فاي، لأنه رأسها متغير ما بتفيدنا كثير. وتاني الزاوية دلتا شو بيساوي؟ اكس على واي. فاذا قدرنا نصل لقيمه اكس وواي، تان انفرس اكس على واي بيساوي زاويه دلتا. اشتقينا معادله الفاي وكانت بتساوي ال سكويرد سمول ال سكويرد اوفر 2 كي او 2 ال ار، اللي هي كانت سلايد السابقه. فاي التكنولوجيا تبعتنا اليوم شوية بطيئة. يبدو انه لازم اقيم ايدي. فاي بتساوي ال سكويرد اوفر 2 كي او 2 ال ار. بدأنا باشتقاق قيمة اكس واي، و قلنا انه الدي اكس هنا بتساوي دي ال في ساين البيتا، والدي واي بتساوي دي ال كوساين البيتا، وبيتا بتساوي فاي بلس دي فاي اوفر 2. دي فاي از فيري سمول، ف فور انفينيتيزمال لينك دي ال او بيتا بتساوي، يعني دي ال بتكون فيري سمول فبيتا بتساوي فاي. فبصير عندنا دي اكس بتساوي دي ال في ساين بيتا، ودي واي بتساوي دي ال في ايش؟ في كوساين بيتا، في كوساين البيتا طبعا، والبيتا هي نفسها ايش؟ الفاي. اوكي، فعندنا المعادلتين هذول. هلا لو عوضنا الفاي اللي هو ال سكويرد على 2 ال ار، فراح يصير عندنا اقتران صعب تكامله، فلجأنا لايش؟ جانا لسير تايلر سيرس اكسبانشن، وهذا هو الاكسبانشن. عوض محل الفاي قيمتها اللي هي ال سكويرد اوفر 2 كي اور 2 ال ار، فطلع لنا معادلتين بسيطات بسيطات، طبعا بغض النظر انه القوه الموجوده عندنا والفاكتوريال وما الى ذلك، بسيطات انه مجرد كثير حدود، وكثير حدود تكامله ماله سهل. اوكي، فبنكامل الدي اكس والدي واي، فبيطلع عندنا اكس بتساوي المعادله هذه، وواي بتساوي التيرمز هذه برضه. واضح انه انا مش هطلب منكم تحفظوا هيك معادله، يعني مش منطق، انا نفسي مش حافظها. وكويس انك تعرف الاشتقاق كيف جاء، بس برضه للناس المتخوفين يعني مش سهل في امتحان انه نرجع نشتق هيك شغلات، صح؟ بس في شغلات ضروري نحفظها ولا بنشوف شيء. شوف يا شباب، التجارب بينت انه قيمة ال ممكن توصلها 100 متر. ترانزيشن كيرف عادة بنستخدمه لما تكون السرعات مالها عالية، ولما تكون السرعات عالية عادة الراديوس بيكون صغير ولا كبير؟ كبير. ليش صغير؟ كبير. ممكن الراديوس يكون 500 متر. فكذا صارت عندي كي اللي هي بتساوي كابيتال ال في كابيتال ار 50,000. اذا كي بتساوي 50,000. حدا معاه آلة حاسبة؟ طولوا لنا اياها لو سمحتوا. هذا الترم
رقم 2 في المعادلة هذه. خلينا نبدأ في رقم 2. واحنا عندنا هذا هو ترانزيشن كيرف من تي نوت لوين؟ لتي 1. خلينا ناخذ لنا نقطة، نفرض انه هذا 100 متر، خلينا ناخذ لنا نقطة على بعد ال بتساوي 70 متر. حسبوا لي قديش الترم هذا بيطلع. يلا. يعني عندك 70 للكوب 5 مقسوم على 40 مقسوم على 50,000 تربيع. .016 16 في 1000. في حدا طلع معنا نفس الرقم؟ نفس الرقم. اوكي. يعني عمليا 1.5 سنتي. صح؟ طلع لي. ناقص 1.5 سنتي. ممكن هذا بده يطلع اصغر شوي، زائد سنتي، ناقص كذا، زائد كذا. فكل الترمز عمليا من هنا وهيك قيمتها مالها؟ نيجليجبل، كوست زيرو. ونفس الكلام هنا. هذه التيرمز صغيرة. كويس انك تحتفظ فيها التيرمز هذه اذا كنت تحسب على الكمبيوتر. الكمبيوتر ما بهمه معادلات زي هيك ولا لا؟ فبدك دقة على بتستخدم المعادلات هذه كلياتها. إذا كنت بتحسب على اليد ممكن تكتفي بأول 2 تيرمز. مجازا نقدر نقول اكس بتساوي ال كيوب على 6 كي واي بتساوي ال. أنا كاتب برنامج كمبيوتر يعمل كل الحسابات ويرتب كل الجداول، فأنا بستخدم 5 تيرمز. في الترم الخامس بيكون مش طلع لنا 0.016، ممكن طلع لنا 0.0000 something. وهذا مهمل. نعم. اي عندكم زميلكم حذيفة حسب هذا وطلع 2 في 10,000. يعني من ناحية عملية، هو احنا بنقدر نجيب دقة 2 في 10,000؟ ما بنقدر من ناحية عملية. فاذا يكفي انه نكتفي انه واي بتساوي ال واكس شو بتساوي؟ ال كيوب على 6 كي. اوكي. اذا هذا الوضع اللي موجود عندنا، اكس بتساوي ال كيوب على 6 كي او 6 ال ار، واي بتساوي ال. خلينا نشوف بس شو معنى واي بتساوي ال. خليني اشوفها على سلايد لاحقه على ما اعتقد جايين سلايد هلا. اي شو معنى واي بتساوي ال يا شباب؟ طب ما هي واي، مش احنا اخذنا الواي اكسس ينطبق مع الباك تانجنت، صح؟ والاكس اكسس ماله؟ عمود عليه، هذا الاكس وهذا الواي. شو معنى انه لنقطة معينة، هاي عندك الترانزيشن كيرف من تي نوت لتي 1، شو معنى انه لو اخذنا نقطة هان انه يكون الواي للنقطة، هاي الواي، هاي المسافة من هان لهنا، الواي بتساوي ال. معناها انه المنحنى هذا قريب جدا من مين؟ من الباك تانجنت. يدوب شيء بسيط، لدرجه انه الطول هذا المنحنى والواي للنقطه مالهم تقريبا متساويات. واضح الكلام؟ طبعا الاختلاف بس بيكون في الاكس هذه الموجوده. يعني نرجع لمعادلاتنا. هذه المعادلة يا شباب فيها اسم بس مش مهم كثير الاسم، كله لها equation of cubic spiral، بس الأهم منها اللي أنا بدي إياه، طالما x بتساوي ال كيوب على 6 كي و y بتساوي ال، شو رأيكم نعوض بدل ال هذه اللي هنا نعوض y؟ بصير عندنا المعادلة x بتساوي y تكعيب على ايش؟ على 6 ال r. هذه المعادلة اللي يطلق عليها اسم equation of cubic parabola. parabola معروف عنه square مش cubic، صح؟ بس هذه تحديدا بسبب القوة الثالثة
نسميها كيوبيك بارابول. وصلنا لأول طريقة لتوقيع الترانزيشن كيرف باستخدام يلا الشريط لوحده. الشريط لوحده اتذكروا معنا يا شباب، لتوقيع المنحنى الدائري البسيط باستخدام الشريط أحد الطرق كانت by offsets from the tangent، صح؟ كنت تأخذ مسافة معينة على خلينا نقول عنها X على التانجنت، تقيم عمود طول Y، نقطة نهاية العمود تكون وين؟ على المنحنى. طب ما هنا نعمل نفس الشيء، بس اللي اختلف عندي ال X وال Y انعكسوا. طلع علي؟ هذا ال Y وهذا ايش؟ ال X. وحكينا قبل شوية في المعادلة X شو بتساوي؟ Y كيوب على 6 ال R. فشو اللي ممكن نعمله احنا هلا؟ جدول زي ما كنا نعمل سابقا. عوض قيمة Y، قبل كنا نعوض X نحسب Y، يعني سيمبولوجي إذا انعكست ما بتغيرش شيء. وانا شو بدنا نحسب هلا؟ اكس. يلا ابدا احسب. 5 متر احسب اكس، 10 احسب، 15 احسب من المعادله هذه. فبيطلع عندك جدول، في عندك واي، في عندك اكس. خذه معك واطلع على ارض الواقع باستخدام الشريط، او خلينا نقول باستخدام مبادئ مساحه الجنزير. شريط مع ممكن الشريط نفسه تستخدمه في قائمة الأعمدة، أو ممكن أوبتيكال سكوير زي ما تعلمنا سابقا، أو أي طريقة من الطرق. إذا هذه الطريقة تصلح لتوقيع ترانزيشن كير باي أوفسيتس فروم ذا تانجنت. أي استفسار شباب؟ بضل في عندنا مشكلة طبعا، احنا هنا ما حليناها، يعني باي أوفسيتس فروم ذا تانجنت ثيوريتيكالي هذا الحكي صحيح ما في مشكلة، بس انا عندي منحنى طوله 100 متر ولسه بدي اوصل بسيركولار كير، وهذا المنحنى انا بدي ابنيه برا مش داخل مدينه، يعني في مناطق قد تكون وعره مليانه حجار شوك صخور كذا، بجوز استخدام الشريط ما يكونش ايش سهل. فلسه احنا بحاجه ان نطور مفاهيمنا علشان نقدر نستخدم اي جهاز تيزلايد وبعده ايش التيتر ستيشن. اذا بدنا ننطلق حتى نقدر نجد اي زاوية اللي بدينا فيها هلا قبل شوي اللي هي الزاوية دلتا. بحاجة نمسح الحكي هذا لانه هي الرسمة بدنا نرجع لها نضيفي كمان شوي. اوكي. من الرسمة هذه اللي هي تكرار نفس الرسمة السابقة، ساعدتها على سلايد ثاني، واضح انه تان دلتا شو بيساوي؟ اكس على واي. هذه اكس، هذه اكس هي نفس اللي اشتكيناها قبل شوية، بس اخذت ثلاثة ترمز. احنا شفنا بعد الترم الاول بصير الترمز نيجليجبل، صح؟ ومع ذلك هيني انا ماخذ ثلاثة ترمز في اكس وثلاثة ترمز في واي. هذه هي المعادلة. هذه المعادلة طلعوا شو خرجت منها، شو في عندي هنا؟ ال كيوب على 6 كي. خرجت منها ال كيوب على 6 كي. أنا بتصير عندي واحد، أنا ما بتخرج ال كيوب، شو بصير عندي هنا؟ إلا الكوب 4. طب الفاي شو بتساوي؟ فاي تساوي ال تربيع، يعني بنقدر نقول فاي تربيع، صح؟ ليش؟ لانه الا القوة 4 فاي تربيع. فاي تربيع. فهذا اللي عملناه احنا، خرجنا ال كيوب على 6 كيوب، وين في عندي شيء بيساوي فاي عوضت محله فاي اللي هي ال تربيع على 2 كي،
هاي معادلات من المعادلات اللي نقدر نحفظها. 5 بتساوي ال تربيع على 2 كي. فطلعت عندي اكس بتساوي ال كيوب على 6 كي في 1 ناقص فاي تربيع على 14 زائد فاي للكوب 4 على 440. خدنا ثلاثة تيرمز. وبالنسبة للواي طلعت بتساوي ال في 1 ناقص فاي تربيع على 10 زائد فاي للكوب 4 على 216. طيب ثاني زاوية دلتا بتساوي اكس على واي. هاي اكس على واي، اكس على واي. مر معكم بالرياضيات قسمة الكسور؟ معادلة معادلة، يعني هذا مش موضوع احنا نتطرق له هلا، ولكن لو قسمنا هذه على هذه، طبعا ال كيوب على ال صفي ايش؟ ال تربيع على 6 كي، في هذا مقسوم على هذا، لو قسمناهم بيطلع لنا 1 زائد فاي تربيع على 35. طيب الفاي احنا شو كنا بتساوي؟ ال تربيع على 2 كي، طب هذه ال تربيع على 6 كي، يعني هذه فاي على 3. واضح؟ في 1 زائد فاي تربيع على 35. في محاضرة سابقة قلت لكم انه فاي قيمتها مالها؟ بحدود 6 7 درجات، مش هذا الشيء الكبير، يعني في معظم تجاربنا في الميدان اثبتت انه ممكن تكون بهالرينج هذا. ال 6 7 درجات بيساووا 0.1 راديان، طبعا هاي المعادلة فاي فيها بايش؟ بالراديان. 0.1 راديان، طيب 0.1 سكويرد شو بيساوي؟ 0.01 لسه 1%، على 35 لسه اصغر واصغر. فبامكاننا هذا نتجاهله ونقول انه تان دلتا شو بيساوي؟ فاي على 3. طب طلعوا لي من اكبر فاي ولا دلتا؟ فاي. ما هي فاي على 3 تقريبا. طب اذا كانت فاي صغيره ولسه دلتا اصغر، للزوايا الصغيره شو العلاقه بين قيمه الزاويه بالراديان وبين التان وبين الساين؟ متساويه. اذا بنقدر مجازا نقول انه دلتا شو بتساوي؟ فاي على 3، بس شرط انه فاي تكون وحدتها في ايش؟ في الراديان. وفاي احنا عارفينها قديش فاي. عند اي نقطة قيمة فاي، خذ على سبيل المثال هنا. هي لو تعمل مماس، هي الفاي. قديش قيمة الفاي؟ بدك تاخذ ال من هان لهنا. هي هو ال. هي ال. اوكي؟ ال تربيع على 2 كي. اوكي بعطيك قيمة فاي. على 3 بعطيك قيمة الزاوية دلتا هذه. واضح؟ إذا عند أي نقطة إذا كنت بدك تحسب قيمة فاي أو دلتا بدك تشوف المسافة من التي نوت لعند النقطة اللي هي بنسميها سمول ال، وبدك تعوضها في المعادلة. إذا هلا أي نقطة على ترانزيشن كيرف إذا كنا عارفين سمول ال لعند النقطة هذه بنقدر نحسب دلتا ولا لا؟ بنقدر نحسب دلتا. اذا هذه مشكلة رئيسية حليناها. طالما بقدر احسب دلتا، اذا بقدر احط جهاز التوتلايت هنا واصفر باتجاه البي اي وقيس دلتا. وطريقة التوقيع راح تشوفوا كمان شوية انه برضه الترانزيشن كيرف بقسمه لسي 1 وسي سي 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 وبعدين سي 2، بس معايير اختيار سي 1 وسي سي سي 1 ومجرة وسي 2 يعني راح تختلف شيء بسيط، اما الفكره نفس الشيء. زي السيركلر كيرف. بس السؤال اللي ما حدا منكم سالني اياه اكثر من مره بقول بوقف هان وبصفر وبحط الزاويه، وين هو هان؟ وين هي النقطه هذه؟ هذه مش بي سي، هذه مش بي سي اللي تكون بعيدة تي عن البي اي اللي هي ار تان دلتا على 2. هذا مش سمبل سيركلر كيرف. إذا قديش بعد النقطة تي نوت عن ايش؟ عن البي اي، يعني لو رحنا للرسمة هذه، هاي عند البي اي وهذه عند التي نوت، قديش المسافة بينهم؟ إذا بلزمني هلا أحدد مكان مين؟ تي نوت عشان أقدر أوقف الجهاز عليها. أها
بدنا شوية انتباه، ماشي؟ بدنا نخوض في شوية اشتباكات. هلا اللي موجود عندي هو هذا، وكمان نكمل ترانزيشن، ليفت ترانزيشن، سيركولر، رايت ترانزيشن. هذا الموجود عندي. الليفت ترانزيشن يتصل مع الباك تانجنت، ايش؟ تانجنشالي عند التي نوت. الراي الليفت ترانزيشن يتصل مع سيركولر كيرف تانجنشالي عند وين؟ تي 1. وانا تانجنشالي ونفس الشيء هذا. هذا السيركولر كيرف يا ترى لو حاولنا نيجي نكمله يلف اللفه، هل بطب او بصيب الباك تانجنت او الفورورد تانجنت حسب الستركشر الموجود؟ ما بصيبوش. يا ترى لو بدنا نزيد ار، هاي ار من هان لهنا، مش هذه هي ار؟ او من هان لهنا، او من هان لهان، هاي ار. لو بدنا نزيدها، تخيل انت الوضع هذا، بدنا نزيدها حتى انه المنحنى يضرب في الباك تانجنت وبالفورورد تانجنت بشكل تماس، يعني بيرجع الوضع زي ايش؟ سمبل سيركلر كيرف. فبدنا نزيد الراديوس بمقدار خلينا نسميه اس شيفت، بدنا نعمل له شيفت الراديوس، بدنا نكبره بمقدار اس. فهلا شو صار الراديوس الجديد من هلا هنا؟ ار زائد اس. في هاي الحاله شو صار في السيركلر كيرف؟ ضرب في المماسات، بضرب هان في النقطه اي اللي هي بنسميها بي سي، وبضرب هنا في النقطه سي اللي هي بنسميها ايش؟ بي تي. يعني كانه رجع الوضع، او كاني صممت هلا سمبل سيركولار كير بدون ترانزيشن وشغلات زي هيك. واضح؟ يعني وضعي الجديد انا هذا الازرق بقدر اتخيله كما لو كان عندي سمبل سيركولار كير استبدلته بسيركولار كير وترانزيشن كيرفز فروم بوث سايدز، فالراديوس نقص بمقدار اس. يعني يمكن تنظر له شيفت هيك او شيفت هيك، ولكن في سيباريشن بينهم مقداره ايش؟ اس. طيب لما انا عملت شيفت لهذا السيركولار كيرف شو صار في البي سي كمان؟ صار لها شيفت من هنا لوين؟ لها. بدل ما كانت نقطة التماس عندي هنا، وين صارت؟ السؤال قديش هي المسافة هذه من هنا لهنا؟ المسافة يا شباب من هنا لهان، عفوا من هنا لهان، هذه بنعرفها المسافة. بس تي، بس احكوا لي قديش بتساوي تي. شفت كيف بدك تغلط؟ انا توقعت الحكي هذا. ار زائد اس. ماشي؟ اذا بتساوي ار زائد اس في ايش؟ في تان دلتا على 2. واضح؟ نعم نعم، لهم نفس المركز، نفس المركز، متوازيات، والسيباريشن بينهم اس. واضح؟ إذا هذه المسافة أنا بعرفها إذا عرفت مين؟ اس. طيب قديش مقدار اس؟ بدنا نعرف اس في الأول، هذا الشيفت في الراديوس، وبعدين بدنا نشوف قديش مقدار الشيفت في نقطة التماس. كانت بي سي لو استخدمنا سمبل سيركل كيرف لحاله، وبعدين صارت تي نوت. فإذا عرفنا هذا المقدار بنجمعه لهذا المقدار بيطلع عندي المسافة الكلية من هنا لهنا. فإذا عرفت المسافة الكلية من هان لهان، ساعتها بقيس من بي اي مقدار المسافة الكلية هذه، وبحدد موقع التي نوت، وبنفس الطريقة بحدد موقع مين؟ التي 3. واضح؟ إذا شو همنا الأول؟ إيجاد ايش هلا؟ اس. خلينا نشوف مع بعض قديش مقدار اس. نخفف شوية من
شوف يا شباب، هذه البي سي وهذا البي تي، وصلنا الاو مع البي تي ومع البي سي، فهذه الزاوية الكلية قد ايه مقدارها؟ يعني صار سمبل سيركل كيرف عندنا، قديش مقدارها؟ دلتا 100%، هذه دلتا. هذا نصف القطر الواصل لعند تي 1 وهنا لعند تي 2، بين تي 1 وتي 2 محصور عند ايش؟ سيركولار كيرف. الزاويه المقابله للسيركولار كيرف بعد ما صار له شيفت هيدا شو بنطلق عليها اسم؟ دلتا سي. دلتا للسيركولار كيرف الجديد بعد ما صار عندي شيفت. لاحظ انه الدلتا سي نقصت من اليسار، الدلتا نقصت بمقدار حتى نصل لدلتا سي بمقدار معين. لا لا ما بنعرفش انه اسمه فاي، هذا هسه انا كاتبه فاي بس هلا بدنا نثبت انه فاي. اوكي، نقصت بمقدار معين وبسبب وجود سيمتري فهذا المقدار هو نفسه في ايش؟ في الجهتين. انا هلا بدي اثبت انه هذا المقدار هو فاي، مش هي فاي. خذ التانجنت عند تي 1، عرفنا فاي انه هي الزاويه اللي بعملها التانجنت عند اي نقطه على الترانزيشن كيرف مع الباك تانجنت. اكبر فاي ممكن تحصل عليها عند وين؟ عند تي 1. اي فاي تاخذها بدها تكون اقل، عند اي نقطه بدها تكون اقل. اكبر فاي عند النقطه هذه اللي هي وين؟ هذه الزاوية. شوف علي، بدنا نتعرف على أربع نقاط هلا. بدأ من نقطة F لعند النقطة H، طلعوا لي عليهم. هذا التانجنت، هذا الخط اللي رايح لنقطة التماس الأولى PC قبل ما يصير شيفت. الخط هذا يتقاطع مع عدة خطوط. أول خط فيهم التانجنت. يتقاطع في أي نقطة؟ في النقطة F. ويتقاطع مع الترانزيشن كيرف في أي نقطة؟ في K. ولو تخيلنا إن مدينا كملنا هذا السيركولار، هلا بنرد ننظف السيركولار، مديناه يتقاطع في النقطة G. ولو تخيلنا أسقطنا عمود على الراديوس هذا بنتج عندنا أي نقطة؟ النقطة H. واضحات شباب؟ بدينا نضيع. ها؟ بدي اكبرها اكثر من هيك، انا عارف انه ممكن تكون صغيره شوي. يمكن يكون اوضح هيك. اي طلع عليهم. هذا الراديوس الاصلي لو كان عندي سيركولار كيرف. هذا الراديوس الاصلي. الراديوس الاصلي يتقاطع مع التانجنت عند التي 1 في النقطه اف. يتقاطع مع الترانزيشن كيرف عند نقطة K هيها، يتقاطع مع امتداد السيركولار كيرف عند النقطة هذه. ولو تخيلنا انه اسقطنا عمود على هذا الراديوس بيطلع عند النقطة H. واضح شباب؟ يعني ضروري تكون عارفهم حتى نقدر نكمل الاشتقاق. خذوا لي هلا المثلثين يا شباب. او تي 1 اف، هذا المثلث الاول. وخذوا لي المثلث اف A B، هذا الصغير. مع المثلث هذا. معذرة. شايفينه؟
شو فيهم هذول؟ فيهم هذا الزاوية شو بتساوي؟ 90. مش هذا راديوس وهذا مماس؟ زاوية 90. طيب ما هو هذا برضه من هان لهان راديوس والزاوية هاي شو بتساوي؟ 90. إذا هذا برضه إذا 90 بتساوي 90. يا سلام. وعندي هنا زاوية بتساوي هاي الزاوية بايش؟ تقابل بالرأس. إذا هذه الزاوية وهذه الزاوية مالها؟ متساوية. فإذا كانت هذه فاي هاي شو بتكون؟ إذا هلا بإمكاننا نمسح الحكي هذا وإحنا متأكدين إنه هذه بتساوي فاي. هذه فاي إذا هذه فاي. إذا مين بكل هلا قديش مقدار الدلتا سي؟ بالضبط. هذه كلياتها دلتا. إذا دلتا سي بتساوي دلتا ناقص 2 فاي. ايه هاي عندي فاي هنا وهي عندي فاي هنا وهذه كلياتها دلتا. اذا دلتا سي بتساوي دلتا ناقص 2 فاي صح؟ اوكي. بدك تنتبه لشغله هنا. فاي شو بتساوي؟ اكبر فاي شو بتساوي؟ ال تربيع. قديش قيمه ال؟ الكابيتال. لانه من هلا انا استفدنا الطول الكلي يعني ال تربيع على 2 ال ار في ايش؟ في ايش؟ شوفوا شباب عاده دلتا بتكون معنا معطيه معنا باي وحدات؟ ديجريز مينيت سكند. بس فاي بنحسبها هنا بايش؟ بالريديان. شوف بدنا نحولها اذا هلا. ايوه اذا نضربها في ايش؟ في باي على 180. الخطا الشائع عند الطلاب الشباب هو انه بيطرح راديان من ايش؟ من ديجريز. قبل ما طبعا نصيبي قبل ما تطرح لازم تحولها لايش؟ لديجريز من السكند نظام 60. بلزمنا الدلتا سي عشان نعرف طول المنحنى هذا. طول السيركولر شو بيساوي؟ دلتا سي على 180 في باي في ار. مش مرت معنا المعادله هذه؟ فبلزمنا الدلتا سي عشان نقدر نحسب. نرجع لمين؟ لاس. في النهايه احنا بدنا نحسب اس بس كان لازم نحسب هذه الزاويه لانها تدخل في اشتقاق مقدار الاس. اوكي. اذا متفقين هلا انه هذه الزاويه بتساوي فاي وفاي هذا هي هو المعروف. نعم نعم. اشكرك اشكرك اشكرك. هذا هو البلندر اللي ممكن نحكي عنه. اوكي. بدك تضربها في 180. استنى تمنو على بعض 180 على بعض. نرجع مره ثانيه خلينا نشوف قديش مقدار اس. شوف علي شباب هذا الاس هي نفس المسافه من اي الى جي. هاي من هان لهنا. اذا كان غلطان قولوا لي غلطان صح؟ نفس وين ما مشيت نفس الشيء صح؟ اوكي. وهذه المسافه بتساوي هذه المسافة اللي هي من A إلى H مطروح منها المسافة الصغيرة هذه GH. متفقين؟ اي طلع عليه. هذا الشيف بيساوي هاي المسافة اللي هي نفس هاي المسافة مطروح منها الجزء الصغير هذا. طب مين بكل هاي المسافة شو بتساوي؟ هاي المسافة مش هي نفس المسافة من A إلى H؟ هو مستطيل هذا اللي عندي ولا لا؟ طب شو هو هذا؟ هذا أطول عمود أنا لو كنت بدي أوقع الليفت ترانزيشن باي أوفسيت فروم ذا تانجنت. فأطول إكس أنا بقدر أعملها، أطول إكس
عند ايش؟ عند اطول واي، مزبوط. طب ما احنا قلنا انه واي شو بتساوي؟ ال. وعند هاي النقطه تحديدا شو بدها تساوي؟ ال. طب واكس شو بتساوي؟ ال كيوب على 60 لار، مزبوط. اذا ال كيوب في هاي الحاله على 60 لار. اذا هذا الطول عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفين اللي هو هذا اطول عمود، اللي هو نفس الطول الازرق اللي معلم عليه بالازرق هذا، صح؟ واضح ولا مش واضح؟ اوكي. طب عرفنا هذا البعد الكلي، هلا شو اللي بدنا نعرفه؟ هذا البعد الصغير. البعد الصغير يا شباب سهل اننا نعرفه. شوف البعد الصغير شو بيساوي. البعد الصغير بيساوي الراديوس اللي هو من هان لهان اللي هو ار ناقص المسافة هاي من هان لهان اللي هي ار في كوساين الفاي. شفت ليش احنا بحاجة للفاي؟ ايوه، المسافة من هان لهان شو بتساوي شباب؟ لا لا، هاي 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 المسافة ار كوساين الفاي. اوكي، اذا هذا البعد اللي انا بدور عليه بيساوي ار ناقص ار كوساين الفاي. هذا بدي اطرحه من مين؟ من هذا، لانه هذه الاكس اللي هي هذه هي نفسها المسافه من هنا لهنا. بدي اشيل منها هذا الجزء اللي هو هي وينه. فاذا قيمه الشفت اس اللي انا بدور عليه بيساوي هذا المقدار ناقص هذا المقدار. واضح؟ اي استفسار شباب؟ اوكي اوكي، هذا الشفت هي بيساوي هذا المقدار ناقص المقدار اللي كنت انا اشير لكم عليه اللي هو في الاخر ال كيوب على 6 ال ار مقدار الاكس. اوكي، ناقص بين قوسين ار ناقص ار في ايش؟ كوساين الفاي، مزبوط. ارجع عوض التايلور سيريس اكسبانشن لكوساين الفاي هي وين. وخلينا نكتفي على سبيل المثال تو تيرمز، نكتفي هذا رغم اننا حاطط التيرم هذا، بس هذا التيرم هلا بشطب. لو عوضت القيم هذه وظليت ماشي وعملت ريدكشن راح تلاحظ انه اس راح تطلع لنا بتساوي ال تربيع على 24 ار. يعني هذه بس صار عمليه جمع وقسمه وضرب وفكوس وشغله زي هيك، ليس الا. فبيطلع لنا قيمه الشيفت بتساوي ال تربيع حيث ال هي طول الترانزيشن كيرف على 24 ار. ار مين هي؟ الار للسيركلر بعد الشيفت ولا قبل الشيفت؟ لا بعد الشيفت، قبل الشيفت ار زائد اس. ارجع للرسم مره ثانيه. بعد الشيفت ما هو بيعتمد انت شو اللي بتعتبره الشيفت. هل انك عملت شيفت من السيركلر الاصلي لهيك او من السيركلر الجديد لهيك؟ واضح؟ هذه هي قيمه ار. واضح؟ ار معروف عندنا، انت كمصمم مهندس مدني مهندس ترانسبورتيشن بتعرف قيمه ار، وهذه قيمه الشيفت. شباب الشيفت مبين عندنا هنا في الرسم كما لو كان ايش؟ مبين سبع او ثمن الار، صح؟ راح تتفاجئوا في الحصه الجاي لما ناخذ، ما انتهى الوقت لسه، لما ناخذ مثال رقمي انه في معظم الاحيان قيمه ار لا تتجاوز متر الا متر ونص بس، اس لا تتجاوز المتر او المتر ونص، مش هالمقدار الكبير. بس احنا مضطرين نعمل اكزاجريشن هنا مبالغه علشان ايش؟ علشان نفهم شو اللي بصير. اذا اس صارت عندنا معلومه اللي هي شو بتساوي؟ ال سكويرد اوفر 24 ار. انا جست از وي سيد ماثيماتيكال مانيبيوليشن اونلي. شو اللي ضل نعرف؟ عرفنا هلا قديش صار عندي شيفت الراديوس
يا ترى قديش صار عندي شيفت في نقطة التماس هلا؟ احنا كان عندنا نقطة التماس الأولى قبل الشيفت للداخل، اوكي؟ كانت النقطة بي سي، وبعد ما صار عندي شيفت وصارت عندي المنحنيات الثلاثة هذول اللي هم ليفت ترانزيشن وسيركولار ورايت ترانزيشن، صار شيفت في النقطة بي سي او اي لوين؟ لاتينو. السؤال قديش هو مقدار الشيفت هذا من هذا لهذا؟ لأنه كنا المسافة هذه عارفين هالمسافة هذه، هاي المسافة شو كنا بتساوي؟ R زائد S tan دلتا على 2، هذه عارفينها. صار نعرف الجزء هذا، إذا عرفناه صارت المسافة كلياتها معروفة ونسميها total tangent distance. منها بإمكاننا نحدد موقع تي نوت وتي 3. شوفوا لي شباب، هذه الزاوية فاي، والزاوية فاي حسب المعادلة هذه انسانة هسه من هذا، خلينا نتعامل معها بالريديان. ال سكويرد على ال بتروح، فشو بتسوي فاي؟ شو بتصفي فاي؟ ال على 2 ار، هذه قيمة الفاي. أي سيركولار كيرف قيمته شو بتساوي؟ سيركولار ارك ريديوس في الزاوية، صح؟ الريديوس في الزاوية المقابلة، الريديوس اللي هو مين؟ ار، وهذه فاي معروف عندنا ار ومعروف الفاي، فقيمة هذا شو بيساوي؟ ار مضروبة في ايش؟ فاي، ويساوي ار في ال اوفر 2 ار، ار مع ار بتروح ويساوي قديش؟ الى 2. هذا نص الترانزيشن كير. طيب يا شباب، ما احنا هسه قبل شوي حكينا انه هذا الاس يا دوب متر، انت بتحكي عن ار 400 و500 متر، بينما الشيفت حوالي متر، يعني من ناحيه عمليه كانه هذا وهذا مالهم؟ كانه متلاصقان، فمن ناحيه عمليه لا يوجد فرق بين هذا الطول وبين هذا الطول. هذا منحني على الترانزيشن، هذا منحني على السيركولر، من ناحيه عمليه هم بجنب بعض، صح؟ فإذا كان هذا إلى 2، هذا كده بده يكون. طيب إلى 2، إذا هذا اللي ظل من هان لهانا شو مقداره؟ إلى 2. طب قبل شوي حكينا إنه الواي والال مالهم؟ متساويات، يعني برضه من ناحية عملية هذا الطول وهذا الطول متساويات، إذا قديش المقدار هذا؟ إلى 2. إذا هذا هو مقدار الشفت اللي حصل في ايش؟ في نقطة التماس، كانت هنا صارت هنا، فقديش صارت المسافة المباسية الكلية هلا؟ R زائد S، أول شيء بدنا نحسب S. S اللي هي L تربيع على 24R. بنحسب S R زائد S تان دلتا 2، نجمع الـ 2 بيطلع لنا مقدار التينو التوتال تانجنت ديستانس، بإمكاننا نحدد T نوت وبإمكاننا نحدد T 3. المرة الجاية رح نشرح الآلية الكاملة لتوقيع المنحنيات الثلاثة بعد ما خلصنا اشتقاق المعادلات هيك. المرة الجاية رح نشرح الآلية التامة لتوقيع المنحنيات، وإن صار معنا متسع إن شاء الله تعالى رح نبلش في مثال رقمي عملي. أوكي؟ يعطيكم العافية، بنشوفكم المرة القادمة إن شاء الله تعالى.